عراقية عمري 19 سنة من لبنان البترون ساكن بجبال. بالليل بأول نجمة وقمرنا وعي. من هو صغير يعني بين الشيء المواهب، بحب الموسيقى يعني من صف الدوزيام تقريبا. جوزيف صاحب شخصية مميزة، عنده كاريزما محببة كثير، قريب على القلب، الكل بيحبوه، بتعاشر مع الكل. هلا رح تشوفوا جمعة مع رفقاتي، هدول صار لي انا وياهم 3 سنين، كنا نعمل هالجمعة مع الاساتذة وبالصف وبالملعب وين ما كان. انسان كثير مهذوب وصوته كثير حلو، مهضوم وقريب للقلب. كمان بدي اقول انه زوزو غير انه هيك رفقنا بالصف، كان عن جد انه على طول حدنا، كنا على طول هيك يحب انه يجمعنا كلنا. انا بشتغل بارت تايم ويتر بس اطلع مصروفي ومصروف جامعتي، وهلا انا بمطرح ما بشتغل. جوزيف كثير بحب الغناء، في نهار على الساعه 12 ونص بسمع صرخه، بنزل تشوف شو صاير، بلاقي جوزيف جامع 10 من اصحابه عم بغني لهم اللي بتقصر تنوره، وكلهم عم يدربكوا ويغنوا له الشباب اصحابه. خصمت له جمعه ديدكشن ورجعت شلتها بس لانه حسيت انه زلمه موهوب كثير. بما انه بشتغل بمطعم فبحب الاكل كثير وباكل كثير، بس ارادتي ومحبتي للستار اكاديمي خلوني اضعف 10 كيلو بظرف شهر.